تتشرف مجموعة بي بي اس للرعاية الصحية ومستشفى برجيل باستقبال جميع زوار مهرجان زايد التراثي في أرض الوثبة أبوظبي. نحن حاليا طبعا موجودين في أرض الوثبة مهرجان زايد التراثي بعيادتنا بالكادر الطبي في المعدات الصحية الموجودة حاليا لخدمة جميع زوار هذه المنطقة. أهلا وسهلا فيكم طبعا في مستشفى برجيل ومجموعة بي بي اس للرعاية الصحية. نحن متواجدين عشان طبعا استقبالكم ونفيدكم بكل ما هو جديد في المستشفى.